هل تعلم إن في 1913 حدثت أسوأ كارثة في تاريخ تعدين الفحم البريطاني، حيث قتل فيها 439 عامل في منجم الفحم في جنوب ويلز، وكان السبب اشتعال غاز الميثان بواسطة إلكتريكال سبارك. وعام 1988 مات 165 شخص على منصة بايبر ألفا في بحر الشمال، وكان السبب بريك داون للبيرمت وورك سيستم بالإضافة إلى خطأ بشري. نتيجة لهذه الكوارث أو النوع ده من الكوارث في مواقع العمل ذات الأجواء الانفجارية، كان لازم يكون في توجهات عالمية للحفاظ على سلامة الأفراد أو سلامة المنشآت. وبما أننا بنتكلم عن مواقع عمل ذات أجواء انفجارية، يبقى لازم نذكر توجيهات أتكس، سواء أتكس 95 أو أتكس 137. أتكس إكوبمنت دايركتيف أو المشهور بأتكس 95 بيركز على المعدات أو أنظمة الحماية للمعدات اللي هتتركب في مواقع عمل ذات أجواء انفجارية، بحيث أنه بيتأكد أن الإكوبمنت اللي هتتركب في هازارد إريا أو في موقع عمل ذو جو انفجاري بتكون صالحة للتركيب في هذا المكان. من الجدير بالذكر أن أتكس 95 تم اعتماده في مارس سنة 94 ودخل حيز التنفيذ سنة 2003، وتم استبداله ب 2014-34 دايركتيف ليتوافق مع الإطار التشريعي الجديد للاتحاد الأوروبي. أما عن أتكس ورك بليس دايركتيف أو المشهور بأتكس 137، هو بيناقش المينيمم ريكويرمنت أو الحد الأدنى من المتطلبات للحفاظ على صحة وسلامة العمال المحتمل تعرضهم للخطر نتيجة وجودهم في بيئة عمل ذات أجواء انفجارية. أتكس 137 تم اعتماده سنة 2000 ودخل حيز التنفيذ في منتصف 2006. أتكس 137 بيركز على الورك بليس، فبالتالي هو بيعمل تقسيم للزونز اللي موجودة في مواقع العمل ذات الأجواء الانفجارية إلى 3 زون، زون 0 أو زون 1 وزون 2. وكنا تكلمنا عن تقسيمات الهازارد إريا كلاسيفيكيشن قبل كده في فيديو سابق. تم إدراج أتكس 137 لقانون المملكة المتحدة ووكلاء المواد الكيماوية للمفوضية الأوروبية من خلال منظمة ديزير أو Dangerous Substance and Explosive Atmosphere. لو عجبك المحتوى ما تنساش لايك، سبسكرايب، شير. معاكم المهندس مختار حسني، أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.